من المسلمين. إن للشعب الإندونيسي المتمسكين بالتتا وكذلك في جميع دوائر إندونيسيا، فإن الإندونيسيين كالشعب الكبير ذو أمان عالية، وقد أتموا أخيرا بناء أفخر المساجد وأجملها في الشرق في وسط عاصمة جاكرتا المعروف بمسجد استقلال، كان ابتداء إنشائه عام 1961 الموافق. بمناسبة هذا الاحتفال العظيم، تفضل فخامة الرئيس سوهارتو بتوقيع اسمه الكريم في الحجر التذكاري، وتفضلت حريمة فخامة الرئيس سيدة إيبوتين بقص الشريف. وللتعبير عن عظيم الشك، تفضل فخامة الرئيس مع المسلمين مع وآل الوزير في هذه المناسبة أن يسجدوا سجود الشكر لله تعالى. وبعد الصلاة طاف فخامة الرئيس المسجد برفق وكيل فخامته سلطان هامانكوبونو ومعالي الوزير الديني. أما مساحة الأرض المستعملة لبناء المسجد تبلغ حوالي 15 هكتار، حيث كانت الحكومة الهولندية الاستعمارية استعملت هذا المكان قلعة حواليها جنينة. وكان يبدأ إنشاء المسجد في يوم 24 أغسطس 1000 سنة.